بنعود مرة أخرى مشاهدينا زي ما وعدناكم أن فقرتنا الرئيسية هتكون حول معرض القاهرة الدولي في الدورة 55. بنقول طبعا أنه ضيف الشرف هي دولة النرويج. طبعا الشخصيات البارزة أو شخصية هذا العام هو الدكتور سليم حسن أستاذ يعقوب الشاروني. هنتكلم على تفاصيل كثيرة من خلال لقائنا مع ضيفنا الأستاذ سعيد الرفعي، وهو الكاتب والمؤلف وعضو اتحاد الكتاب، و طبعا اسم الشهرة هو زهير الرفعي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يعني في الحقيقة احنا بنقول انه معرض القاهرة الدولي للكتاب هو عرس ثقافي، بنقول انه هو ملتقى للدول، وعدد الناشرين يمكن هذا العام تقريبا 1200 ناشر تقريبا كده. فخلينا خلينا نتكلم على يعني أهمية هذا المعرض. طبعا هو من أهم المعارض على مستوى العالم. تمام، هو طبعا أهم من أهم المعارض على مستوى العالم، وطبعا وأهم معرض في أفريقيا والدول العربية. المعرض السنة دي كمان الحقيقة بيتميز بأن في زيادة في الإقبال من الناشرين، أعتقد زيادة تصل يعني 150 ناشر زيادة، دول 70 دولة، ده رقم يعني ممتاز كبير. طبعا كمان الحقيقة ما يميز المعرض السنة دي ان برضو اللمحات اللي هي اللمحات بتضيف للمعرض، يعني مثلا لو بدأنا طبعا اختيار الشخصيات اللي هي شخصيات المعرض، دكتور سليم حسن، أستاذ يعقوب الشاروني، جميل قوي ان يبقى فيه تركيز على هذه الشخصيات اللي ممكن يبقى عبر الزمن او الاجيال الجديده ما تبقاش بتتعرف عليها، لانها فعلا بحق الشخصيتين دول شخصيتين في منتهى يعني عظمه تاريخهم وعطائهم. لو كلمنا عن الدكتور سليم حسن لابد ان طبعا الناس تعرف عنه قد ايه الراجل ده عظيم، مش بس أكيد ان طبعا كان في ناس، احنا دايما بيبقى المعلومه موسوعه مصر قديمه. بالظبط بالظبط، كمان ان يبقى في مصري هو اللي قام يعمل الموسوعه دي طبعا يقدمها. دي حاجه عظيمه جدا يعني. اكيد الاستاذ يعقوب طبعا ومدى مساهمته بالنسبه بيكفي ان احنا 400 كتاب، تخيل حضرتك 400 كتاب للطفل، فاستحق جائزه الدوله يعني عن جداره يعني. فدي من الحاجه الثانيه برضو اللي هي دوله النرويج انها تضيف شرف المهرجان. اكيد، ودي برضو حاجه كويسه جدا ان احنا يبقى في تواصل مع اوروبا، وازاي ان احنا نحاول ان الثقافة العربية من خلال الترجمات لو امكن عمل اتفاقات للترجمات ان الكتاب العربي يبقى موجود هناك، دي تبقى وصلة مهمة جدا لتواجد الثقافة العربية في اوروبا ما فيش شك. ودولة النرويج طبعا هي عندها كثيرين من الناس اللي حاصلين على نوبل في الاداب وطبعا في العلوم ما فيش يعني. طيب يعني انا بشوف انه يعني الملتقى الثقافي انه على هامش طبعا المعرض بيقام طبعا ندوات ومناقشات عديده لكتب مشاركه في المعرض، بنجد كمان انه بتعود مره اخرى اهميه الكتاب الورقي رغم التقدم الكبير في هذا المجال للكتب بالنسبه ان هو الاي بوكس او يعني نحن بنجد كتير من الكتب في ملف البي دي اف موجود، لكن بيفضل في النهايه طبعا الناس القديمه شويه بتحب جدا الكتاب الورقي. حضرتك بتشوف بالنسبه ل يعني وجود العديد من وسائل التكنولوجيا الحديثه، هل يعني نقول انه الكتاب تاثر بهذا الجانب ولا لا؟ هو طبعا ما فيش شك التأثر هيحصل وعندنا في تجربة عاصرناها هي الجريدة الورقية. احنا من 10 سنين ما فيش بيت في مصر كان يخلو من الجورنال. اعتقد ان يعني ببساطة شديدة نقدر نعمل احصاء على الجزئية دي، ودي جريدة ورقية. فالنهاردة استقاء الاخبار اصبح من مصادر الكترونية بتوسع شديد، لان كمان الجريده انا باخد الخبر بتاع امبارح، لكن النهارده انا الابديت لحظي. بالنسبه للكتاب انا يمكن هستعير الشعار بتاع المعرض اللي هو نصنع المعرفه ونصون الكلمه. الكتاب الورقي احد الروائع فيه هو صيانه الكلمه.
يكفي ان اقول لحضرتك مثلا انا النهارده لما باجي اكتب في التاريخ ممكن ارجع لكتاب من 100 سنه، هذا الكتاب محفوظ وموجود واقدر ارجع له بقوه. هنا بقى الكترونيا مهما تعددت الوسائل بيبقى في صعوبه، وحتى لو استدعيته فكره ان انا يبقى معايا المستند، يعني عارف حضرتك فكره المستند اللي هو في ايدي موجود، فالكتاب الورقي هيفضل موجود فتره معانا، لكن مع تعدد الوسائل النهارده بقوا يقدموا اجهزه بتديني الانطباع بتاع الكتاب بالظبط. ده برضو ان انا ابقى طالع رحله او طالع رايح حته ومعايا 100 كتاب على جهاز صغير، ده طبعا شيء برضو صح. بالنسبه مثلا للكاتب او لحد غاوي قرايه طبعا شيء رائع، يعني ان انا مبقاش في بقى 100 كتاب، متخيله حضرتك يعني 100 كتاب واكتر طبعا بالمناسبه يعني. فهو جاي جاي لكن حتى الان ما نقدرش نقول التنبؤ امتى هيختفي، يعني دي اعتقد فيها صعوبه صحيح. يعني صحيح. يعني يمكن دايما بنقول انه معرض القاهره الدولي للكتاب بيكون فرصه للتعرف على الاخر، الثقافه، العادات والتقاليد من خلال طبعا المعرفه بكتب كل دوله. هذا العام ضيف الشرف او الشخصيه الرئيسيه لدوله النرويج، بنتعرف على ثقافه مختلفه، ويمكن اعتقد انه عندهم عدد الكتاب والادباء كبير جدا، و كتير منهم اعتقد احد يعني الكتاب حصل على جائزه نوبل، ويمكن دي بتكون فرصه جيده جدا ان احنا بنتعرف على كل دوله ثقافتها من خلال طبعا معرض القاهره الدولي للكتاب. والله هو طبعا دي حاجه عظيمه جدا زي ما قلت لحضرتك، ان الاحتكاك باوروبا في هذا المجال، لان هم في فارق مذهل للاسف، وانا بقول دي حاجه مؤسفه، في الفارق الاطلاع والثقافة. يكفي أن طبق الإحصائيات أن الأوروبي بيقرأ 200 ساعة سنوية، مش عايز أقول الرقم يعني بالنسبة للعربي، لأن فرق في جاب كبير قوي. إحنا هنا بقى حاجة زي الاحتكاك بهذه الثقافة علها تخلينا وكأننا بننظر للمرآة ونشوف إحنا واقفين فين وإزاي. عشان كده دايما بنقول ان المعارض، ومعرض زي معرض الكتاب في مصر، ده من الحاجات المهمه جدا لتطوير الفكره دي. ان احنا قد ايه الواحد بيسعد لما بيشوف الاطفال والاسر المصريه، أكيد. حتى نقلل هذه الفجوه ونصل لحجم من الاطلاع يوازي الشخصيه الاوروبيه. فدوله زي النرويج ما فيش شك طبعا يعني هم في يعني في هذا أكيد المجال متفوقين جدا يعني. اكيد حضرتك بتشوف انه مثلا وجود الشباب وان هم فعلا الاسره المصريه تعتني جدا ان هي تاخد اولادها ويكون زياره، خصوصا ان هي بيكون في فتره يعني جزء كبير من المعرض بيكون في اجازه منتصف العام، وبالتالي انا بشوف انه دي فرصه بتكون جيده جدا ان احنا يعني يكون عندنا نوع من التسقيف والتنوير بالنسبة لأولادنا. طبعا هو أنا عايز أقول لحضرتك يعني هو أحد أبواب التنمية الرئيسية هو القراءة والاطلاع. يعني احنا ألف به في التنمية أن يبقى عندنا شخص مطلع يستطيع القراءة، يقدر يدرك المعارف ويعرف طريقه فيه. ده بيتأتى من المعارض. إقبال الشباب وإقبال الأسر ده فرصة جيدة جدا أن هم ياخدوا بإيد أبنائهم، أن هم يعني لو استعرنا المثل اللي هو علمني ازاي اصطاد السمكه. ايوه صحيح. دي صحيح. فهي دي 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 الفكره من القراءه واهميتها. وانا شايف الحقيقه ان الاعلام يعني بيقوم بدور جيد جدا بالذات قبل المعرض، بس نتمنى ان يفضل دايما في سبوت على الحكايه. احنا متواجدين بشكل يومي من اول يوم الخميس ان شاء الله في المعرض. دي حاجه حلوه جدا ان احنا بيكون طبعا تواجدنا بنلتقي باغلب الكتاب والمثقفين، وكمان بيكون عندنا طبعا معرفة وعن بالجانب الخاص بالندوات التي تقام على بالضبط.
هامش بالزبط. المعرض بالزبط. حضرتك لو هتكلم عن كيفية الاهتمام بعملية ترجمة الأعمال، يعني يمكن احنا بنتكلم على انه هذا العام شخصية مثلا الدكتور حسن سليم حسن ان هو يعني في هذا العام هو شخصية العام، بنتكلم على أستاذ يعقوب الشاروني ان هو موجود. طبعا الأعمال كتيرة جدا بالنسبة لمجال المصريات وأدب الطفل، لكن لما يكون النرويج كمان هي ضيف الشرف ويكون في إتاحة فرصة لترجمة الأعمال، أعتقد أن ده هيكون شيء جيد. بالتأكيد طبعا، هي دي زي بقول لحضرتك التعريف، يعني يمكن في دايما في الغرب نلاقي في عندهم أو عدم معرفة بالذات أنا بتكلم على الأوروبي العادي يعني صحيح. هنا بقى لو قدرنا نوصل بأعمالنا بأعمال كتابنا بيحصل ترجمة قد ايه. أنا لما بدخل مكتبة ساعات أدخل مكتبة في أوروبا وأدخل أسأل على كاتب معين وأقول لهم أنا عايز الرواية اللي هو طبعا بيبحثها، لما بيلاقي الرواية دي مترجمة بلغة الدولة وأنا ألاقيها موجودة على الرف قد ايه بيبقى يعني، لأن بس بحس إن الشخصية الأوروبية هيقرأ ويتعرف عليا، ما بقاش شخص غريب. صحيح. يعني نفس القصة طبعا العكس لما بنقرأ احنا الروايات الكتب وخلافه من خلال الترجمات، فالترجمة عنصر حيوي جدا في التعارف بين الثقافات مفيش شك. طيب ازاي نعمل نوع من يعني الجذب للاطفال ويعني الشباب بالتحديد، لانه اغلب الشباب بيعتمد على يعني وسائل التواصل الاجتماعي اكتر على الانترنت، لكن ازاي نحن نخلي عندهم ايضا الاهتمام بان هو لازم يروح المعرض يكون ليه تواجد، انه يتعرف على الكتب اللي موجودة، الاطلاع نفسه في حد ذاته بينمي ثقافة طبعاً. المجتمع طبعا هو يعني حتى من التعبيرات الجميلة اللي بتطلق على القراءة هي من مهذبات السلوك. يعني الشخص اللي بيقرأ ده بتلاقيه شخص يعني سلوكه منضبط، بيبقى سلوكه طبيعي. بالزبط. بالنسبة للطفل طبعا احنا محتاجين نستخدم كل الوسائل العلمية اللي تدفعه للقراءة ولتحبيبه في القراءة. من الحاجات الجميلة اللي بنشهدها في المعرض إن في رحلات، وده أعتقد برنامج بيبقى ثابت عند المدارس بالزبط. إن هم بيعملوا رحلات للأطفال لمعرض الكتاب. صحيح. الاهتمام بقى المطلوب اهتمام بمكتبات الأطفال في المدارس، زي ما يمكن كنا قبل الهوا بقول لحضرتك على الاهتمام بإن المعارض اللي موجودة في المحافظات إن كل محافظة يبقى ليها، يعني بالزبط. مش عايزين معرض الكتاب صحيح. في القاهرة خلص، لا لابد في المحافظات يبقى موجود دايما معرض السنوي بتاعها، ولو قدرنا من خلال السادة المحافظين برضو القرى وإشرافهم على القرى إن المراكز والقرى يبقى عندهم معرض مصغر في القرية برضو موجه بالأساس للأطفال. تخيلي حضرتك بقى إن إحنا لو عملنا كده قد إيه ده أثره على المجتمع وعلى أداء هذا الفرد في المجتمع. أكيد. دي مسألة كمان الحصاد بيبقى سريع بالمناسبة. يعني إحنا الطفل بيقرأ كتاب في ساعتها هناخد منه أداء جيد وسلوك جيد. يمكن أستاذ يعقوب الشاروني كان عنده ميزة كده لطيفة جدا، هو بيبسط المعلومة من خلال الصور من خلال الألوان للطفل، ويمكن احنا محتاجين ان الأطفال تعود مرة أخرى ان هي تتعود على القراءة أكتر ما تستخدم التكنولوجيا مثلا زي ثقافة الموبايل أو يعني أيا كان إيه هو الإنترنت أو إن هو يتفرج على ألعاب طول الوقت. لا، هو مهتم جدا، الأب والأم لازم يهتموا جدا إنه يكون في قراءة واطلاع. والله في النقطة دي أنا بعتقد إن إحنا محتاجين إلى نوع من أنواع التعاون المجتمعي ومؤسسات الدولة بالكامل إنها تتعاون وتوضع خطة كيف إن إحنا نصل بالطفل إنه يبقى عنده اهتمام أول للكتاب، لأن من وراء ده إحنا زي ما قلت حضرتك هنحصد يعني نتائج هائلة.
يمكن كمان زي ما قلنا دور الإعلام كمان دور الدراما حتى ازاي بقى ان نبدا يعني دايما مش عايز اقول نترجم بالظبط يبقى في اهتمام في تركيز على حاجه زي كده اكيد بحبها. الحقيقه حضرتك نورتنا وشرفتنا ملتقى وعرس ثقافي هو دايما معرض القاهره الدولي للكتاب. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ سعيد الرفعي الكاتب والمؤلف وعضو اتحاد الكتاب وطبعا اسم الشهره هو الاستاذ زهير الرفعي. شكرا جزيلا لحضرتك. بشكركم مشاهدينا غدا ان شاء الله فريق عمل اخر بنصبح عليكم وإلى اللقاء.